أولياء الأمور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من سيادتكم التعاون معنا من أجل صحة جميع الطلاب والطالبات بالمدرسة وحمايتهم من مرض كورونا. ونحب أن نطمئن سيادتكم بأننا لن نغفل دقيقة واحدة عن سلامة التلاميذ داخل المدرسة من أول الوصول إلى المدرسة وحتى الانصراف. كل عام وأنتم بخير. لاقتراب بداية العام الدراسي الجديد فسوف يتم اتباع الآتي: بالنسبة لتقسيم الحضور سوف يكون حضور البنات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وحضور البنين سوف يكون أيام السبت والاثنين والأربعاء. وسوف يكون حضور تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا. وحضور الصفوف الرابع والخامس والسادس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. وأيضا حضور التلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. أيضا وجود حصتين للألعاب والحاسب الآلي. نحب أن نطمئن سيادتكم سوف يتم تعقيم جميع العاملين بالمدرسة يوميا عند الحضور للمدرسة في جهاز خاص بذلك، ويتم قياس درجة الحرارة أيضا. زيادة الاعتماد على مشاهدة أونلاين، يتوفر لسيادتكم قناة حراء التعليمية. ومواقع المدارس الثلاث. والإدمودو، وهناك بصورة دائمة مرور للكشف بجهاز قياس درجة الحرارة للتأكد من عدم وجود تلميذ يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة. يقوم المعلمون والمعلمات بملاحظة التلاميذ ملاحظة دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية لدى التلاميذ. سوف يتم إلغاء طابور الصباح وهناك زيادة في الإشرافات حرصا على سلامة التلاميذ. سوف يتابع المعلمون ارتداء التلاميذ للكمامة. إرشاد التلاميذ لضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول. هناك مسافة متر على الأقل بين الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي. نرجو التزام جميع التلاميذ والتلميذات بإحضار كيس وكحول وكمامة ومناديل في حقيبتهم دائما. نرجو من السادة أولياء الأمور لا ترسل ابنك أو ابنتك للمدرسة في حال وجدت أي أعراض مرضية، توجه إلى الطبيب فورا. سوف تقوم العاملات بمسح الأرض بالكلور وتطهيرها بصورة دائمة، وأيضا تعقيم الديسكات بالمطهر، وطوال الوقت يقومون بتعقيم الأكر ويتم تعقيم دورات المياه بصفة مستمرة.
وأيضا يتم القيام بالتطهير للفصول والطرقات وجميع مرافق المدرسة بشكل يومي. اهتمامنا بيهم يحميهم ويخلي العادات الصحية سهلة عليهم، صحتهم مستقبلهم.